عم تقول من 15 ايار فعليا بدات معركه رئاسه الجمهوريه. هل هلا بالكواليس شو الجو؟ في عدد من الاسماء كانت متقدمه، ولكن في كلام عن انه كمان يجري البحث عن اسم اخر. عندنا سليمان فرنجيه برز اسمه بالمرحله الاخيره، قائد الجيش جوزيفون برز اسمه، وفي كلام عن انه لا هيدا ولا هيدا بدهم يروحوا على اسم تسووي. في نقاش فعلي وجدي بالاستحقاق الرئاسي في لبنان. اعتدنا انه نصف هذا الاستحقاق هو من طبيعه محليه ونصف الاخر هو من طبيعه خارجي. انت بدك تستعرضي انه كل استحقاق بصير بظروف. يعني مثلا انه العماد عون عندما انتخب قبل اسبوع من انتخاب رئيس ترامب، قيل انه لو تاجلت لوقت الانتخابات صارت بعد جمعتين كانت مقرره، ما كان انتخب رئيس عون. ولذلك اذا بدك يعني على طول في شقين بهذا الاستحقاق. انت اليوم باستعراض سريع للمناخ الخارجي حتى نرجع نسقط المناخ الداخلي عليه ونشوف شو الاتجاه اللي بدك تروح عليه. على المستوى الدولي عندك عمليا روسيا موسكو غرقانه بالرمال الاوكراني، يعني بدك تزحيها. حتى بسوريا صار وجودها رمزي. رجعت الولايات المتحده الامريكيه مسكت اللعبه كلها الدوليه بدون اي منافس. على المستوى الاقليمي عم نشوف انه في محور عم بيتركب، جولات الامير محمد بن سلمان، الاردن، تركيا، مصر، الامارات، المغرب. في وضعيه جديده ما كنا شايفينها قبل، بالوقت يلي ايران عم تنزوي كل الدول اللي هي مسكتها دول فاشله، عم تتعرض لحرب امنيه بينها وبين اسرائيل، هي صارت داخل حدودها. المملكه العربيه السعوديه التي تستعد لاستقبال الرئيس الامريكي رجعت مسكت اذا بدك العالمين العربي والاسلامي ضمن محور جديد، اصبحت هي في موقع المبادره، اصبحت في موقع رد الفعل ايران، وفي واقع اجتماعي واضطرابي داخلي كبير. على المستوى اللبناني انت عمليا عم يصير هذا الاستحقاق من بعد انتخابات نيابيه. بهذه الانتخابات النيابيه كان الطرف الاخر معه اكثريه، لم يعد يملك هذه الأكثرية، مش معناتها صارت بمكان آخر بس بطل يملك هذه الأكثرية. أظهرت كل البيئات اللبنانية أنه هذا المحور مرفوض، محور الممانع أي حزب الله خرج من البيئة الدرزية، لم يعد لديه شريك في البيئة السنية، تراجع حليفه المسيحي، البيئة الشيعية اخترقت بمكانين، اخترقت جغرافيا بحصبية وبمرجعيون. وبالتالي أنت عم تفوتي، والناس والرأي العام اللبناني صار عنده قناعة انه اذا بقي هذا المحور ماسك البلد انت عمليا امام 6 سنوات جديده من الانهيار. ولذلك تنلخص، انت عم تصير هذه الانتخابات بظل ظروف خارجيه غير مؤاتيه وغير ملائمه لايران وحزب الله في لبنان، عم تصيري عم تحملي انتخابات رئاسيه غير ملائمه شعبيا وسياسيا ووطنيا لمحور حزب الله، لانه عمليا إذا أنت رحتي على 6 سنوات جديدة، 6 سنوات من الانهيار، عم تصير انتخابات هون. لذلك لازم تنقي الشخصية السياسية يلي ما بتكفي يلي بدأوا الرئيس عون، تقطع مسافة مع هذه المسألة، تتروحي على الرئيس اللي شرطه الوحيد، مواصفاته الوحيدة، الرئيس الذي يطبق الدستور ويعيد إذا بدك هو ورئيس الحكومة بمرحلة لاحقة وضع ترسيم حدود بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي. السلاح يبقى خارج المؤسسات لأنه إحنا مش قادرين للأسف ننزع السلاح بالقوة، علينا انتظار انضاج ظروف خارجية وداخلية من أجل أن يسلم حزب الله سلاحه. بس ولكن من غير المنطقي ولا المقبول أن يبقى هذا السلاح متحكما بقرار الدولي بقرار اللبنانيين. عندما أزيل إذا بدك هذا الخط الفاصل بين ما هو شرعي وغير شرعي، لبنان انهار بشكل اللي انهار فيه، ولبنان دخل في عزلة ما بعد عزلة. لذلك يجب الذهاب إلى رئيس بهذه المواصفات من أجل قيادة مرحلة جديدة. لا يمكن اليوم الكلام عن أسماء، عم نعمل حزورة ما نوصل لمحل. علينا نحط الرئاسي بالكونتكست تبع الداخلي والخارجي. بالداخلي والخارجي لا يمكن، بالداخلي والخارجي خلصت، بالداخلي والخارجي لا يمكن الاتيان برئيس من 8 أدار. خلصت، رئيس من 8 أدار هو مناقض ب 15 أيار الانتخابات، هو مناقض.